ولا بتفرج. لا؟ لا طبعا، لا لا قول بتفرج. الحقيقة يا حمدي. لا لا والله بتفرج يعني، والفترة دي كلنا ما ورناش حاجة غير الفرجة يعني، ادينا قاعدين. صح. فلا بتفرج والله. وانا يعني عشان انا دايما اطلع بصراحة اقول انا ماليش في الكورة قوي وبتاع، انا ماليش قوي لان كنت زمان متابع وجات فترة كده فصلت، فبخاف اقول ان انا كرة فيسالوني عارفة الاسئلة، طب مين اللي بيلعب في المركز يحرجوك. ده؟ ما كنت عايزه اسالك ايه اكتر ماتش عجبك لاحمد الشيخ، بس يعني حاسه بيك، حاسه بيك. بس انا يعني انا يعني من خلال برنامجكم بقول لا انا اهلاوي، انا مراتي اهلاويه من يوم ما اتولدت، هي عضو فعلا اسراء. وسببها ربنا كرمني عملت. وانت اكيد اهلاوي، انا عارف انت اكيد اهلاوي. انا عضو في النادي ما طبعا طبعا. ماشي. لا اهلاوي يعني، ودي اول مره تقريبا اقولها، انتوا وقعتوني في الكلام. لا خلاص اتاخدت. خلاص ليله العيد. كل خلاص. سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. كل سنه وانت طيب يا حمدي. حمدي. وانتوا طيبين. سلامنا الاسراء. كل سنه وانتوا طيبين. بالتوفيق يا رب، ودايما قناه الاهلي كده في الصداره ان شاء الله. شكرا لي. نورتنا. نورتنا. طيب.